عايز في حياتك يعني الثمار حياتك زرعته الفتره اللي فاتت ده النهارده بتجنيه بفرحه كبيره جدا شافك في وسط اولادك، يعني احساس حياتك ايه؟ انا سعيد الحقيقه بالتوفيق، يعني اللي حصل النهارده ده يعني جهد الحقيقه كبير من كل اللعيبه وكل الجهاز الفني والجهاز الاداري ودول الشباب المصري لما بيصروا على حاجه بيعملوها بنجاح، والحقيقه انا بحييهم لانهم من اول لحظه في الموسم كانوا هم دايما متفوقين وسابقين. اللعب كان على مدى الموسم كله كان رائع ومفاجآت حلوه جدا، والمبادرات اللي طلعت منهم ومقترحاتهم بتخليني اكون معاهم قلبا وقالبا وادعمهم في كل لحظه، وان شاء الله هذا الموسم ونجاحهم فيه بيأهلنا الى يعني فكر جديد للرياضه وبصفه عامه وللرياضه لفريقنا احنا ولفريق السويس، حتى اولادنا في فريق السويس هنا ان شاء الله هنقف جنبهم وندعمهم دعم كبير، وانا سعيد وبهدي النصر ده وبهدي اللعب الحلو اللي حصل لكل اسره سيراميكا كليوباترا سواء كانوا في المصانع او في المعامل او في التسويق او في الاداره او حوالين العالم. الحقيقه انا سعيد وان شاء الله نتمنى السنين اللي فاتت دي، وكان هو مسؤول عن كل قصه الكوره كلها، قدر يجتاز كل العقبات والمصاعب والتحديات، والنهارده هو نجح ودخل الممتاز وانا هقف جنبه حتى النهايه ان شاء الله يتالق في الممتاز ان شاء الله في قريب العاجل باذن الله. شكرا.